مرحبا بك أستاذ محمد. يعني ما رأيك في هذا التصريح؟ هجمة يتعرض إليها حسان دياب من جهات مختلفة في الداخل والخارج هي السبب في ألا تظهر النتائج الحقيقية لأعمال الحكومة. يعني هذه الهجمة لم توجد اليوم أو بالأمس، لكنها منذ اللحظة التي تم فيها تكليف الرئيس حسان دياب برئاسة الحكومة كانت المحاولات مستمرة من أجل وضع العوائق في طريق تنفيذ المهمات التي أخذتها على نفسها أن تقوم بها. مثل ماذا؟ في لبنان يعني بالموضوع الاستقلالية التامة، عدم فرض المحاصصة على الحكومة، الصفقات، موضوع الكهرباء، موضوع الدولار، موضوع كل هذه المواضيع. هذه عوائق وضعت أمام حسان دياب؟ يعني وضعت عمدا يعني لإعاقته، أم هي أصلا إرث هي موجود موجودة يعني؟ أساسا هي موجودة منذ 30 عاما. طيب، ولكن عندما جاء حسان دياب كرئيس للحكومة، صحيح أن الحكومة قصرت في بعض الأمور وكانت مترددة، صحيح أن هناك بعض المحاصصات جرت وكان مجبرا عليها حسان دياب، ولكن في المجمل العام أقول أن هناك عوائق داخلية وخارجية تطغى الآن على عمل الحكومة. هناك عوامل أجنبية وتحركات في الشارع وقطع طرقات وما إلى ذلك وتخريب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة يقومون بها. لا نبرئ مثلا الخطط ما لها علاقة بموضوع المقاومة وإسرائيل والضغوط على في هذا الاتجاه. أيضا هناك ضغوط إقليمية تحديدا من النظام في تركيا الذي يحاول أن يدخل بقوة إلى الساحة اللبنانية وبالتالي أن ينفذ الأجندة الخاصة به في لبنان، وهو يمول عدد من الجمعيات والتحركات. وكشف أخيرا خلال اليومين الماضيين عن مبالغ ضخمة من الأموال يتم جلبها إلى لبنان بالدولار وبالتالي لتمويل هذه الجمعيات وهذه هؤلاء الأشخاص يعني المرتبطين أصلا بالأجندة التركية على الساحة اللبنانية. طيب، هل يعني بعد كل هذه الضغوط يعني والعقبات الموجودة من الممكن يعني أن نشهد استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري على خلفية الغضب الشعبي العارم في الشارع اللبناني؟ استقالة الحكومة غير مطروحة الآن حتى من قبل قوى المعارضة في لبنان وحتى من قبل الطبقة التي حكمت لبنان خلال 30 عاما. السبب في ذلك أنه لا يوجد بديل حاليا وليس هناك أحد مستعد لأن يتحمل المسؤولية ويغامر، لأن الانهيار حصل في لبنان وبالتالي يعني صعب أن نجد من يتحمل مسؤولية هذه المسألة. الآن يعني قد يكون هناك توجه لتغيير بعض الوزراء، وزيران أو وزيرين أو ثلاثة وزراء في لبنان، أو لتغيير بعض يعني كان في الحاكم مصر في لبنان بعض المدراء العامين، وهذه المسألة سوف تتحدد الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. الشعب اللبناني الآن بات في حالة يعني أي الحقائب معنية أكثر بالتعديل؟ في وزارة المالية والله يعني المسألة فيها أو وزير الصناعة أو وزير الاقتصاد، هناك عدد كبير من علامات الاستفهام حول طريقة أدائهم. هناك مسؤول كبير يعني استقال منذ عدة أيام في وزارة المالية مما عقد الأمور أكثر كمان. هو ألان بيفان يعني استقال من وزارة المالية لأسباب خاصة أكثر منها أسباب عامة، لأنه سيتولى قريبا مهمة كبرى، إدارة إدارية كبرى في فرنسا. وبالتالي فهو استقال من الحكومة وخرج قبل الوقت. هناك ملاحظات على عدد من أداء الوزراء، هناك وزراء متقاعسون لا يقومون بما ينبغي أن يقومون به، وخاصة بالنسبة للناحية المالية وموضوع سعر الدولار في لبنان. هناك ترقيع، هناك سوق سوداء تسيطر على كل المجريات العملية في لبنان. نعم. دون تدخل يعني حاسم وجازم قبل السلطات اللبنانية. وزارة المال مثلا تؤخر وتماطل في موضوع التدقيق المحاسبي في ميزانية حاكمية مصر في لبنان، لأن الشركة لها علاقة يقولون بإسرائيل أو إلى ما هنالك من كلام، وبالتالي كان يمكن المجيء بشركة ثانية تقوم بهذه المهمة من دون هذه المماطلة. التشكيلات القضائية أيضا هناك مماطلة فيها وتم ردها من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا يؤخر الإصلاح القضائي المطلوب.
بشكرك أستاذ محمد، عذرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا أستاذ محمد الروز الإعلامي اللبناني، شكرا على هذه المداخلة.